يتوب بعلم الحزن والهار، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، سود الهموم اللي بقلبي توضى، حزن كتاب صفحات أمسى من الغم. حال اليتيم اللي همومه تحدى، وجرح الكلام اللي يبدأ تتكلم، رسالة فيها حروف المعاناة، وفيها كثير من العناء، كم من وكم بعيونهم ذنبا وماضي خطايا، وبعيونهم ليل من الذنب أظلم يصيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، طيب الله بالخير أوقاتكم، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وثارع على الهواء مباشرة عبر قناة عدن الفضائية. والحديث يوما بعد يوم يتحدث ونتحدث فيه عن أهمية رعاية اليتيم، وهذا الاهتمام وهذا الإحساس الذي امتزج هذا الإحساس بروعة ورقي الحروف وروعة الطرح. ويكفينا أن فخرا أن أعظم شخص على وجه الأرض كان يتيما، وبالرغم من ذلك قاد البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور، إنه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. هو اليوم أيضا يكون معنا عبر الهواء الشيخ علي عبد الله الضبياني، مدير مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية. أهلا بك شيخ علي. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ علي، أنت بتتحد يعني دار بيننا وبينكم حديث عن أهمية رعاية اليتيم، أهمية دور مؤسسة الشوكاني، بما أنكم تقعون على هرم هذه المؤسسة. سيكون اليوم معنا حديث وآخر ونقاط أخرى سنتحدث بها، ولكن بعد هذا الفاصل. مشروع مدينة اليتيم، حلم كل يتيم للحصول على سكن. مشروع مدينة اليتيم لعدد 1000 شقة سكنية. شقق سكنية صغيرة وشقق سكنية متوسطة، يقع المشروع في مدينة الرباط خط عدن تعز، وعلى مساحة 70,000 متر مربع. للمساهمة في المشروع يمكنكم التواصل مع مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية وعلى الهواتف التالية: 9 وبتعاونكم ليكون مشروع مدينة اليتيم حقيقة على أرض الواقع. لكن صدى يما صوتي ثلاثا، أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم، وينك يبا ما عدتنا الهم أكوى، يبا يبا يا ليت لقلبي يفهم، تدري بهذا الحال والحال ما قسى، ما بين حزن في
في عروقي مع الدم، أبي وأخوي اللي من الناس أهوى، وأبي بعد خالي وأبي لي بعد عم باقي سواه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، خير البيوت من فيه يتيم، من فيه أيتام، يمدهم بالرعاية، يمدهم بالاهتمام، يساندهم، يقدم لهم الخير والعون. مشاهدينا الكرام، أعود مجددا للشيخ علي عبد الله ضبياني وهو مدير مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية. شيخ علي، من أول رمضان ومن أولى الحلقات هذا البرنامج إلى حلقة اليوم، ونحن شاهدنا أسر الأيتام، شاهدنا الأطفال، شاهدنا الأرامل، شاهدنا وضع ربما ليس فقط أنه ما شاهدناه من قبل، ولكن سلط الوضع على هذه الأرامل وسلط الضوء عليهم، النزول إليهم، جعلنا نجتذب أنه هناك الكثير من الناس تشكو من حال وضعها وخصوصا أسر الأيتام. ما هي الرسالة التي توجهها وخلال هذه الحلقات التي شاهدتموها وكنتم معنا في هذا البرنامج؟ ما هي الرسالة توجهونها اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأفاضل، نحن في هذه الليلة في ليلة 15 من رمضان، ومشرفين على النصف الآخر من هذا الشهر الكريم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله العظيم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من عتقائه من النار. في بداية لقاء هذه الليلة أحيي الجمهور الكريم وقناة عدن بمديرها وطاقمها الإعلامي، وأقدم الشكر والعرفان بجهودهم واستضافتهم هذا البرنامج الذي يقدمون له كل ما يستطيعون من العون. كما أود أن أوجه خلال هذا اللقاء المباشر ثلاث رسائل مهمة ومفيدة صادقة إن شاء الله تعالى من قلبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. نعم. فأما الرسالة الأولى إلى كل أخت مؤمنة من أرامل المسلمين عامة، وإلى أخواتي وبناتي في اليمن الحبيب خاصة، أحييكن بتحية الإسلام. أيتها المؤمنات الصابرات المحتسبات لقضاء الله وقدره الذي كتب عليك يا مؤمنة بموت شريك حياتك وونيسك ومعيلك وأب أولادك الصغار، واستقبلت كل ذلك بنفس مطمئنة راضية، واحتضنت أولئك الصبية الذين لا حول لهم ولا قوة، وابتعدت وكبحت كل ملذات وشهوات الحياة التي يعيشها غيرك من النساء، واخترت الطريق السوي إن شاء الله تعالى الذي به مرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وكذا مزاحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على باب الجنة، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني أي تنافسني تريد أن تدخل معي الباب، فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام، أي رملت عليهم. فأسأل الله أن يكتب أجرك ويستر عرضك ويهون عليك هذه الحياة الصعبة حتى تلقي الله جل وعلا
هو راض عنك فهنيئا فهنيئا لك بمرافقة ومسابقة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبواب الجنة. ومن يبلغ هذه المنزلة إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. نعم فعلا، يعني ما أجمل هذه الكلمات شيخ علي، وكثير من الأرامل صراحة طيلة الحلقات الماضية وجدنا فيهن القوة، وجدنا فيهن الصبر، رغم ضعف المرأة، رغم إحساسها، رغم رقتها، إلا أنها تحاول أن تكون قوية أمام ضعف هؤلاء الصغار الأيتام. طيب يعني شيخ علي، تابعنا في بداية الحلقات كثير من وضع هذه الأسر، وكل أسرة تعاني من ويلات وسوء الحال وظروف المعيشة، واليوم سنتابع أيضا حلقة أخرى نحن وفضيلة الشيخ علي لنتلمس أيضا حال هذه المرأة، ولنرى نزول المؤسسة، مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية إلى هذه الأسرة، وبعدها نعود لمواصلة الحديث. الجرح ويقول لا سم سود الهموم اللي بقلبي توقع حزن كتاب صفحات أمسى من الغم حال اليتيم اللي همومه تحدى وجرح الكلام اللي يبدأ تتكلم رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير. تدور التنمية مع عمل الخير حيث دار، وكلما مد الخير باعه مدت التنمية ذراعها، فكل الخير سباقا تكون للتنمية قائدا وقدوة. أحبتي الكرام، من هنا منطقة الحسيني محافظة لحج سنزور أسرة المرحوم رفيق صالح، فكونوا معنا. السلام عليكم. مشاهدي الكرام، نحن الآن في منزل أسرة المرحوم رفيق صالح، ومعنا هنا زوجته وأولادها. أم صالح، حدثينا عن وضعكم المعيشي داخل البيت. المعيشي داخل البيت صعبة. الحين يومنا مرة راتب 4 شهور، هذا 5. كم لعل ما توفى المرحوم؟ أنا متوفى لأربع. ومن يعيلكم بعده؟ ولا حد إلا راتبه. عايشين على الراتب؟ على الراتب بس. والراتب يوفي احتياجاتكم؟ هي أحيانا صعب. كم عدد مال الأولادي؟ كم عدد أولادك؟ 4. 4. 3 بنات وولد. ما شاء الله. بالنسبة للحالة المادية، أنت تعيشوا على راتب؟ على راتب. الأطفال يدرسوا؟ أيوة كلهم، واحدة اللي مش تدرس صغيرة، ولا الثلاثة كلهم يدرسوا. كلهم يدرسوا؟ أيوة. أكبر أولادك كم عمره؟ 13. كيف تفعلوا بالمصاريف الدراسة واليومية الحياة على الله عايش الحياة كذا وكذا. تحدث عن معاناتكم بعد المرحوم. بعد المرحوم صعبة، ولك تعرف أنه يكون يعني زوج في البيت يتحمل كل حاجة. يعني أنت الآن بدور الأم والأب. دور الأم والأب. وشو كيف الحمل هذا عليك؟ الحمل ثقيل علي بعده. ايش الصعوبات اللي تواجهها؟ شكمل الاب بالبيت. بعده انا ضايع. تحدثي. هو كان حمل الفقير لان رجال يدخل ويخرج. عيال صغار ماتوا. هذا انا وعيالي كذا وكذا. عايشين الحياة الحمد لله.
بالنسبة للكفالات الأيتام في حد كفلهم؟ ما حد كفلهم، إن هذا لي حق عدل، أنتوا بس هو الشوكاني سلموا مساعدات منهم مؤسسة الشوكاني. أيوة. مرة استلمنا أيوة مبلغ مرة سبار. بالنسبة لمعاناتكم الحمل ثقيل عليكم قلتي. أيوة. قلتي إنه من يكفلكم من بعد المرحوم؟ لا حد يكفل، نفسي استلم الراتب ما عشان شغلة قليل لما يجينا الراتب بعد 3 شهور شهرين نوم مساتير أنا وعيالي في البيت. كيف تشوفي طلبات الأولاد عليك؟ طلبات كثيرة الأولاد، كنت هو أبوهم ولا داري بحاجة، نحل حمل فقيل علي، أرجع كل شيء عليك، كل شيء علي، لا معي أب ساعدني ولا معي أم بساعدني، كلهم محدين مات الله يرحمهم. وعمومهم؟ عموم كل واحد إلا على نفسه ولا عياله، حد داري بحد. إيش هذه الاحتياجات اللي ممكن تنقصكم داخل البيت أو الأولاد؟ قسم كثير الأولاد، قسم كثير عن دراسة، وان جاك الحين عياد، جاك رمضان، جاك. تعيشين في هذا البيت كم؟ أنا متزوجت في هذا البيت. وهذا هو ملك، هو ملك. يا هو ملك مو بنا، هو بيت الأولاد يعني. إيه بيت الأولاد. كم في غرف؟ 2 غرف، حمام، مطبخ، صالة. معكم كيف؟ هذا لما جيت وهذيك مش مسواية، سويتها أنا بعد ما مات. صلحي على قليل. على قليل فعل. وش الاحتياجات اللي تنقص البيت؟ تنقص البيت هذا السقف خارب، دي البيت غرفة بالها كل حاجة، وهذا قضى كله خاش بعد مدفيه كله بيروح، يعني البيت كله عادة مش تسوي مسواية. بدك تشوف هذا في القدر كامل، هذا كله مشرخ، هذا كله علم على الحرب زاد، كلها مشرخ، القدار مشرخة، والمطبخ كما حق السقف. بالنسبة للفرش داخل الغرف؟ الفرش الغرف حتى الفرش مش معاهم، يلا 2 سوردان اللي أنا اشترتهم بعد من دون أسهل الشوكاني، شركة الشوكاني اشترت هذه السواف. استفدتي من مساعدة الشوكاني؟ أيوة. أخذتي هذه الأشياء؟ أيوة. بالنسبة لل أنا الراتب لما يكون يعني دخلنا هكبات وعادة مش وعادة المرحوم سوق له ديون عندنا أو مكان، أنا الله يرحمه صح أنا مش شوفرة كنت راتب سوق ده داري كل حاجة يعني مو عايش. إيش الديون اللي عندكم؟ ديون عندنا كنا يعني حق سبار وحق أي حاجة وحق مكان يشله وسبار خارفتها يعني أيام خارفتها الحمد لله. الحمد لله أنا الله هكبة بس سوق له. أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم وينك يبا ما عدتنا الهمك يبا يبا يا ليت لقلبي يفهم تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عروقي مع الدم أبي وأخوي اللي من الناس هو وأبي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. تابعنا وضع أسرة رفيق صالح من الحج الحسيني، وتابعنا الأم وهي تتحدث بحديث
فيه عزيمة، فيه إرادة، ولكن في داخلها وفي قلبها ضعف، في داخلها أيضا إحساس وشعور بأنها فقدت زوجها الذي كان بيصرف على البيت والذي كان هو من يمدها بالعون. لا يوجد لديها سند آخر غير زوجها الذي فقدته خلال سنوات. مشاهدين الكرام، أسرة رفيق صالح التي لديها أيضا 4 أولاد، والشيخ علي يعني هذه المرأة وأيضا الأرامل التي ظهرنا على قناة عدن الفضائية وتحدثنا بكل عزيمة وبكل صبر، يعني مثل هؤلاء أو هذه الأسر بتعيش بأبسط الإمكانيات، يعني وفقدنا أزواجهن واليوم هم الرجل وهم وهي المرأة. ماذا تقول لهذه المرأة وأيضا للنساء التي تحدثنا في الحلقات الماضية؟ أقول لأختي الكريمة الذي رأيناها وأمثالها تكملة للرسالة السابقة، أما واجبنا معك كأخوان لك في الدين والعقيدة فقد حث عليها الإسلام وأوجب الله حقك علينا في الكتاب والسنة بالرسالة التالية. قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقاله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبين سبحانه وتعالى كثير من أبواب البر وصفات أهل التقوى في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله أن يجعلني والمشاهدين من هذه الصفات. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجور العظيمة التي يحصل عليها القائم على هذه الشريحة من الأرامل والأيتام والمساكين بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار الذي كأنه يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل. ومن هذا المنطلق فأنا أوجه ندائي إلى أهل القلوب الرحيمة والنفوس الزكية والأيادي البيضاء التي لا تعرف الإمساك، لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، أن يمدوا يد العون والإحسان والبذل للفقراء والمساكين والأرامل في كل مكان في العالم الإسلامي، وليبدأ كلا من حوله في بلده في قريته في حيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وأوجه خطابي هذا بلسان الأرامل هؤلاء
والأيتام والفقراء ومن على شاكلتهم. أسأل الله أن يفتح به قلوب التجار والأخيار وأهل الفضل والإحسان من أبناء المسلمين في كل بقاع الأرض وفي يمننا خاصة. نعم، نتمنى أن هذه الرسالة. نعم، وربما الآن معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معنا؟ وعليكم. معكم عبد الحسين. عبد الحسين من الحديدة. نعم، من الحديدة بس الآن ساكن بالضالة. نعم، تفضل يا عبده، ايش عندك؟ معانا والله يا تفضل. معانا عندنا اخي والله العظيم، ان احنا جالسين من ابناء المهم، احنا من المهمشين الذي لا نجد حتى المأوى. من هو؟ حتى السكن لا نجد، جالسين في منطقة في الضالع، ومعانا عندنا اخي وقعدوا التهابات بالرجل اليمين، وابناء عد قبل يومين وطلبوا مننا يشتغلوا 3 عمليات، واقسم بالله واللي نفسي بيده ان احنا ما نجد حتى قيمة عملية واحدة او حق المواصلات. نعم نعم. طيب يا عبدو، يعني ابن اخوك يعيش؟ ابن اخي اخوك عايش؟ اي اخي عايش، اخي ايوه عايش، بس عاجز عن العمل او شيء ده خلاص. بإذن الله. عبده حسين من الحديدة وهو الآن يسكن في الضالع، بإذن الله وصلت رسالتك، وربنا يسخر اللي فيه الخير لكم يا رب. شكرا لكم عبده حسين كان معنا. مشاهدين الكرام، سنتابع الجزء الآخر من حلقة اليوم لهذه الأسرة، أسرة الأيتام، وبعدها نعود لمواصلة الحديث مع الشيخ علي الضبياني. قلبي توقع حزن كتاب صفحات أمسى من الغم، حال اليتيم اللي همومه تحدى، وجرح الكلام اللي يبدأ تتكلم، رسالة فيها حروف المعاناة. بالنسبة للحاجة الأساسية داخل المنزل، الثلاجة. الثلاجة موجودة معي، هم نصبنا مش معي. الغسالة ايه، وشولة اشترتها الحين بعد ما اعطاني الشوكان، اشترت شولة صغيرة. ايش الحاجة الأساسية اللي اكثر شيء تهمك داخل المنزل محتاجة ومش قادرة تغطيها؟ تهمني يعني يكون انشتي فعل بيتي كم الناس بدار نقضها ذاك رايح، نرقد هناك ونحن يعني في عالم معانا مكيف ولا معانا اي حاجة. الجدار رايح، ما له رايح يعني مشرخ متحين. ايوه، اللي هو جدار حق الغرفة. ايوه، الحمام مش مسوى، بلا ساقف بلا، يعني تتناموا خايفين اي وقت يطيح الجدار. ايوه ايه، مشرخ كامل. وش كمان الحاجات الاساسية تكلم عليها؟ في اشياء ما تذكرتيهاش تذكرية؟ في حاجة أساسية يعني أكمل القصة على كما أنا، لو سوينا بيوتنا مبانا مكيف مبانا. منذ عدة أشهر مضت وهذه الأم وأولادها وبناتها لم يستلموا ريالا واحدا من راتب والدهم الزهيد أصلا كجندي متقاعد. ومنذ رحل الأب عن عالم هذه الأسرة ما يزال أبناؤها وزوجته يعيشون هذا السكن المتواضع. وتقول الأم إنها تنتظر بين الحين والآخر سقوط سقفه وتصدع جدرانه، وأنها مهما حاولت إصلاح ما تستطيع إصلاحه فإن جهودها تذهب سدى. كيف بالنسبة لرمضان استعدادكم؟ رمضان استعداداتنا على الحين بعطوا راتب شهر، قلنا نقضي حاجتنا فيها. الراتب اللي عادوا ما جاش؟ هذا ما جاش 4 شهور وهذا الخامس، وأنا اتصلنا في المحاسب قالوا ندينا حق شهر
وغدار برمضان طلباتهم كثيرة. والآن غلاء الأسعار زاد. يمكن الأسعار زادة بمناسبة شهر رمضان الكريم. مؤسسة الشوكاني تقدم لكم هذه المساعدة 100,000 ريال يمني إلى جانب سلة غذائية مكونة من دقيق وسكر ورز، يعني تمشوا حالكم في رمضان المبارك، وهذه بشارة الخير إن شاء الله. الله يخليه إن شاء الله ويحفظه إن شاء الله. شكرا للشوكاني إن شاء الله يحفظه ويخليه إن شاء الله مزايد إن شاء الله من نعمته. طبعا في مشروع قدمته مؤسسة الشوكاني اللي هو بناء شقق للأيتام، وإن شاء الله إذا تم هذا المشروع إن شاء الله أني فرحت ليالي على الشقة، والله إن شاء الله يصح في الشقة الشوكاني عندي الصحة والعافية، إن شاء الله هذا نقضنا أحسن من غيره، وإن شاء الله نحن مستحقين بالشقاق حق الشوكاني إن شاء الله، لأنه بصراحة البيت اللي إحنا فيها يعني قديمة وش حقوتها السقوف خاش، يعني هي يوم سنة بعد سنة يعني عاد تكون تفلت فوقنا، وحقوتنا الجدار كلها مشرخة وزوالينا مشرخة، يعني بيت صراحة مش تمام اللي احنا فيها. بمناسبة رمضان مؤسسة الشوكاني تقدم لكم هذه المساعدات الرمضانية عبارة عن 100,000 ريال يمني إلى جانب سلة غذائية مكونة من دقيق وسكر ورز تكفيكم شهر رمضان المبارك بإذن الله. إن شاء الله، ونشكر إن شاء الله شركة الشوكاني بالخير والعافية إن شاء الله، والله يزيد من مزيد إن شاء الله. من ينظر إلى عيون هؤلاء الأبناء يلمح فيها خوفهم من مستقبل يجهلون مساره، لكننا ندعوكم مشاهدينا إلى مد يد العون لهم ومنح أحلامهم فرصة أخرى لبناء جسور مستقبلهم والتصالح مع واقعهم من جديد، ولنحاول استلهام الفكرة من قول الله تعالى لنبيه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وطبعا شاهدنا وضع هذه الأسرة التي تتحدث فيها الأم وتتأسف على وجودها في هذا البيت الذي ربما قام ببنائه ووفره لها زوجها، ولكن هذا البيت ربما في يوم من الأيام قد يتعرض لشروخ أو آيل للسقوط، لكن هذه الأم صابرة هي وأطفالها. مشاهدينا الكرام معنا الآن اتصال محمد زيدان من المملكة العربية السعودية. محمد وطي صوت التلفاز واسمعني من سماعة الهاتف. محمد وطي صوت التلفاز واسمعني من سماعة الهاتف. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا محمد. فصل الخط. أعود مجددا شيخ علي. نعم، في اتصال.
طيب ناخذ اتصال بعدها نعود للشيخ علي. معنا حبيب من الضالع. حبيب، حبيب السلام عليكم. الو، لازال معنا حبيب او فقدنا الاتصال؟ تسمعنا يا حبيب؟ ظاهر ما يسمعنا. شكرا، شكرا للمتصلين. فقدنا الاتصال معهم. شيخ علي، تحدثنا او رأينا وضع هذه الاسرة، ولكن اريد ان اسألك هذا السؤال قبل ان ندخل في الرسالة الثالثة. مؤسسة الشوكاني دعمت هذه الاسر غذائيا ودعمتهم ماديا، كفلت اطفالهم. ما الذي دعاكم اليوم وأنتم تعملون لسنوات مضت، ما الذي دعاكم اليوم لترسلوا رسائلكم إعلاميا عبر هذا البرنامج؟ الحقيقة نحن قديما كنا نتحاشى مسائل الإعلام من باب محذور شرعي، من باب أنه قلنا قد ربما هذا يخفف أو يقل من أجر العمل، ولكن إذا صدقت النية فإن شاء الله تعالى لا يخف، يعني لا ينقص من العمل شيء. والحقيقة أيضا يعني واقع الأمة، نعم، زاد واتساع الحال، صعب الأمة المحتاجة، صحيح، والفقراء والأيتام، ما أنسان يوصل الصوت للناس إلا عبر هذا الإعلام. كم صوتك تخاطب واحد أو اثنين أو عشرة؟ نعم. ف والعالم اليوم تغير، الوضع الآن اليوم بحاجة إلى صراحة إيصال وأحوال هذه الناس. والحمد لله وصلت مؤسسة الشوكاني، وليس اليوم، وصلت من قديما وهي تعمل كما ذكرت، نعم، الآن في العقد الثالث تمشي، لكن الوصفة وصلت إلى أماكن بفضل الله جل وعلا ربما يصل أحد. ولهذا رأينا إلزاما علينا إيصال، نعم، يعني صوت هذه الأمة وأحوالهم، نعم، وقد تسمع من خلال الرسالة الثالثة إن شاء الله تعالى. نعم، مدينة اليتيم يعني مشروع ضخم، مشروع كبير جدا، مشروع فيه أيضا من الأجر الكثير، لأن يكون هذا حلم كل يتيم يريد أن يستقر، هو يعني الأطفال في اليمن. ربما حدثنا عن هذا المشروع، كيف سيتم كفالة يعني كل الأيتام، بعض الأيتام، الفئات المستحقة الأكثر سوءا، من لا يجد بيت أو لا يوجد مأوى له؟ نريد أن نتحدث بتفاصيل. جملة الإجابة على هذا السؤال ربما هي موجودة في رسالتي الثالثة، نعم، ومن ثم ربما أكمل لك ما تسألين عنه. رسالة مؤسسة الشوكاني، أحبتي في الله، نحن اليوم في منتصف الشهر، ومرت بنا الحلقات والوقائع المؤلمة التي تتكلم عن نفسها، ورأيتم ذلك بأم أعينكم، وما هي إلا نماذج لمئات الآلاف من الأسر، وكنتم معنا في المداخلات والمشاركات، وتبين لنا من خلالها أشياء كثيرة، وما خفي كان أعظم. ومن أهم المآسي ويتكرر معنا كل يوم مع كل أسرة هو عدم وجود المسكن لأرامل وأبنائهن القصر، وكذلك الكفالة الشهرية التي تسد رمقهم وتعفهم عن ذل المسألة التي لا يقبلها صاحب دين ورحمه على أولاده. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيا عبد الله، لو أنك الميت وهؤلاء أبنائك، ماذا يكون حالك؟ فهؤلاء أبناء أخوانك المسلمين، فمثل ما تريد أن يحسن إلى أولادك بعد مماتك، احسن إلى أبناء المسلمين. ومن هنا ومن هذا المنطلق وشعورا بالمسؤولية التي أوجبها الله علينا، فإن مؤسستكم مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، التي ولله الحمد تخرج منها آلاف الأيتام، وترعى الآلاف أيضا والأرامل، وقائمة بمشاريع
عدة في خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين. وبعد الاطلاع وملامسة الواقع، حيث تقول الإحصائيات بأن الأيتام قد تجاوزوا 1,000,000 في اليمن، فكم ستكون الأمهات على هذا العدد؟ إذا كان الأيتام بالمليون، كم لهم من أمهات؟ صحيح. فقد قامت المؤسسة بإعداد مشروع مدينة اليتيم المكونة من الآتي، فربما تنظرون إلى هذا المشروع الذي ولله الحمد المؤسسة أولا وفرت الأرض ولله الحمد 70,000 متر، نعم ما شاء الله، ثم أعدت المخططات وأعدت التكلفة وجهزت كل ما يلزم، والذي بقي الآن هو إن شاء الله تعالى البحث عن التمويل. نعم. وستقوم المؤسسة طبعا، هذا المشروع كما هو في الإعلان يكون من 1,000 شقة، وهذه 1,000 شقة كخطوة أولى أساس أنها ينفذ على 4 مراحل. نعم. ولو تيسر نفذ على مرحلة واحدة، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح. فهذا سيأوي 1,000 أرملة، 1,000 أرملة من هذا النماذج اللي رأيتم، وراء كل أرملة ما بين 4 إلى 5 إلى 6 أطفال. صحيح. يعني ربما يأوي أيضا 5-6 آلاف يتيم. صحيح. فهذا كخطوة أولى لحل بعض المشاكل. طبعا هذا المشروع هو معد ل4 محافظات، لعدن ولحج وأبين والضالع. فقد قامت المؤسسة الحمد لله بإعداد المشروع، وهذا المشروع لا يقوم إلا بتوفيق من الله وعونه أولا، ثم بجهود أهل الفضل والإحسان والثراء، وفي المقدمة وصراحة من هذا المكان ومن هذا المنبر أخاطب ولي أمرنا المشير عبد ربه منصور هادي، وإن كان عليه أحمال أو عليه أعباء كثيرة، لكن هؤلاء هم من ينبغي الاهتمام بهم. ثم أخاطب نائب الرئيس، وأخاطب أيضا رئيس الوزراء ألا يغفلون عن مثل هذا الأمر، وأن يقفوا معنا ماديا ومعنويا. ثم أخاطب العيار الثقيل، لا احتقار بمن شارك معنا في الحلقات السابقة وساهم بالأشياء القليلة. صحيح. فلربما درهم واحد سبق 1,000 دينار. صحيح. ربما البعض يتبرع 200 ريال أو ب1,000 ريال يكون هو نصف ماله. صحيح. أو ماله كله ما حد يدري. فلهذا وإني من هنا من هذا المنبر الإعلامي أخاطب أهل الجود والكرم والبذل والعطاء الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة أن يقفوا معنا جنبا إلى جنب. نعم. ويدا بيد لإقامة هذا المشروع العملاق الذي لا ينقطع ثوابه إلى يوم القيامة، ويكونوا سباقين وهنيئا لمن سبق في هذا المضمار ونال ما وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد الأبرار القائل: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، وأن هذه من الصدقات الجارية. فيا أمة لا إله إلا الله، وإن كان تكلفة هذا المشروع قد توصل إلى 70,000,000 ريال سعودي، والله إن في من الأثرياء من عجائز المسلمين تمتلك هذا وأكثر. صحيح. فليس بكبير وليس بعظيم على من سخرها الله. فهذا خير، ونحن فتحنا الباب ونحن متكلين على رب الأرباب. نعم. وواثق والله
وإن لم يكن عندي في هذه الليلة من ميزانية هذا المشروع ولا 5% أو 1%، ولكنني والله واثق بالله جل وعلا أن الله سيسخر له من يقوم به إن شاء الله عاجلا أو آجلا. ويكفيني شرفا ومن معي ومن إخواني أن نكون من الدالين على الخير والدال على الخير كفاعله. وطبعا هذا المشروع له بروشور، على كل حال يتكلم عن كل محتويات المشروع وخطواته، وسوف يتم طبعه وإيصاله إلى كثير من التجار والأخيار والمسؤولين، وكذلك إنزاله في المواقع والتواصل الاجتماعي. جميل. يحتاج هذا المشروع لعمل ضخم ولعمل مستمر. وأثناء مخاطبتكم أيضا لرئيس الجمهورية، وخصوصا في وضع مثل هذا، أكثر دول العالم يعني نجد أن رؤساؤها والقائمون على حكوماتهم بيدعموا مثل هذه المشاريع الخيرية وخصوصا للأيتام، ونجد دولهم من أعظم الدول. مشاهدين الكرام، سأعود للشيخ علي للحديث عن أيضا هذا المشروع، لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخ عبد الواحد من المملكة العربية السعودية. أهلا عبد الواحد. عبد الواحد تسمعني؟ ألو. أيوة السلام عليكم. اسمعوني من سماعة الهاتف رجاء. انتم هكذا بتضيعوا علينا الوقت. نقطع الاتصال. نعم نقطع الاتصال بعبد الواحد. نعم معنا عبد القوي، الاخ عبد القوي من المملكة العربية السعودية. عبد الواحد مش عبد القوي. عبد الواحد هم السلام عليكم. ومن كان معنا اول، عبد الواحد ولا عبد القوي؟ عبد الواحد. نعم تفضل عبد الواحد تفضل. السلام عليكم وشهر مبارك. وعليكم وعليكم السلام. أهلا وسهلا. جزاكم الله على هذا البرنامج التفاعل بالخير. وإياكم. ونشكركم على التفاعل. شكرا شكرا لتواصلك يا عبد الواحد. إيش حابب تقول؟ أقول إني حبيت أنا أشارك في هذا البرنامج. تفضل. نعم شكرا 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 عبد الواحد، شكرا لك. جزاه الله خير حتى ولو بالدعوة بالكلمة الكلمة حسنة. ومعنا عبد الواحد عبد القوي الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش تخالطت الأسماء. لا ما عندكم مشكلة، بس كنت أبغى أسأل الشيخ سؤال كذا ديني يعني. تفضل تفضل يا عبد الواحد. قلبي يريد تفضل. إذا واحد دفع زكاة الفطر يعني جمعها من الناس وحب إنه يدفعها نقدا لامرأة تدعو الأطفال وزوجها متوفي مثلا، هل يجوز تدفع يعني نقدا أم مثل ما تقول الحب والرز والحاجات هذه؟ هو السؤال ربما خارج إطار الحلقة. لا كلنا نعم. قصده كأنك تريد إذا أردت تساعد أسرة بعينها كيف توصل لها، سواء ما مسائل نقدية أو عينية هكذا. رجعوا الاتصال رجعوا. يعطيك العافية. عبد الواحد السؤال يعني هذا ليس برنامج للأسئلة، هذا البرنامج للتواصل معنا بخصوص الموضوع الذي بنتحدث إليه. ومشاهدين الكرام شكرا عموما للمتصلين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. أعود إليك شيخ علي، يعني تحدثنا عن يعني بالإمكان أن يكون هذا المشروع على 4 مراحل، وكل مرحلة تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى أموال كثيرة، وكيف بالإمكان من خلال الكلمات التي قدمتها عبر الهواء قبل لحظات أن تشد هذه رجال المال والأيادي البيضاء، والمبلغ ربما يكون قليل بالنسبة لهم. أولا لا يفوتني أيضا هذه الدار ممن زارها فخامة الرئيس، أيضا قد زارها سبق وزارها وجلس مع أيتامها ولنا صورة مع الأيتام مع بعض،
ويعلم عن هذه الدار بنفسه خلال السنة. نعم عندما كان نائبا للرئيس. اي نعم يعرف ذلك. اما من حيث وضع الموضوع على التجار وعرض الموضوع شك يحتاج له وضع على كل حال وله آلية. احنا في ترتيب الآلية وسنقوى ايضا سيفتح له حساب خاص لهذا المشروع ولجنة خاصة باستقبال التبرعات سواء كانت نقدية او عينية. فنحن ايضا حتى مع تجارنا ورأس اصحاب رأس المال هناك في تجار يمتلكون الحديد وهو بحاجة الى الحديد وفي تجار يمتلكون مصانع الاسمنت وربما يصارهم. يعني المساعدات قد تكون حتى بالمواد اللازمة ولا نحتقر من المعروف لو يأتينا حتى شخص بقلاب من الحجر او بقلاب من الخرسان فالمشروع يحتاج على كل حال ولا نحتقر من المعروف شيء. ولكن هذا متى سيفتح؟ متى ان شاء الله تعالى بدأنا في البناء وان شاء الله سيفتح هذا الامر قريب ان شاء الله تعالى. ونقول ان شاء الله تعالى في رمضان القادم ان مد الله في العمر اقل القليل ان نوصل هذه الاسر الذي بشرت ووعدت انها سيكون لها حظ في هذا المشروع ان شاء الله تعالى يكون من اول من يدخل في هذا المشروع ان مد الله في العمر وكتب الله قيام هذا المشروع. نعم باذن الله يتقبل التعاون. نطلب من الله في هذه الساعه المباركه في هذه الليله المباركه ان يكلل المساعي بالنجاح وان يسخر قلوب المسلمين واهل الثراء لاقامه مثل هذا المشروع. والله هذا لا يعتبر شيء في امام ما يقومون به من ايش الاشياء الاخرى ولكن الخير سهل على من سهلها الله عليه. نسال الله ان يسهل لنا امورنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام الرسائل كثيره وعده وجهها اليوم. الشيخ علي مدير مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية وبتكاتف نستطيع أن نصنع الكثير والكثير وخصوصا عندما تكون هذه المشاريع هي مشاريع خير ومشاريع لتكفل هؤلاء الأيتام. اليوم كانت معنا أسرة رفيق صالح المرحوم رفيق صالح من لحج الحسيني ومعها 4 أولاد. من أحب أيضا أن يشارك يدعم هذه الأسرة إلى جانب مؤسسة الشوكاني يدعمها حتى ولو بالقليل حتى بوجبة غذاء واحدة أو إن كان يدعم الأسر. وأيضا من أحب أن يدعم هذا المشروع الذي سيكفل الكثير من الأيتام وسيأويهم في أماكن مغلقة آمنة بالإمكان أن يتواصل مع مؤسسة الشوكان لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية حتى يكون أيضا هذا الشخص أو هذه أو فعليها الخير أو الأيادي البيضاء هذه التي شاركت في المشروع يكون لها الأجر وجزء كبير من هذا الأجر الذي ستناله طوال حياتها من خلال تقديم العون لهؤلاء الأيتام. كلمة أخيرة تود أن تقولها شيخ علي في ختام البرنامج. في ختام البرنامج طبعا هناك أيضا مشروع آخر بجوار هذا المشروع وهو الآن أيضا تسويق 5000 يتيم أيضا من ضمن المشروع هذا أيضا تسويق 5000 يتيم يسوقون الآن من أجل الكفالة وكفالة اليتيم 1500 ريال في السنة بالإضافة الحمد لله إلى من غدا وبعد غد إن شاء الله 1500 ريال سعودي. أي نعم كفالة اليتيم الواحد والذي عندنا استماراتهم جاهزة ومرتبين 5000 يتيم اللهم المستعان من آلاف من ملايين الأيتام. نعم وكذلك الحمد لله المؤسسة في هذه الأيام من غد وبعد غد سيعرض بعض البرامج التي تقوم بها في هذه الأيام من إفطار الصائم وتوزيع السلع الغذائية. نعم. وبعض البرامج وسقي الماء إلى آخره. نعم. ونحن الحمد لله في هذا المكان وفي هذا الليالي والميدان الحمد لله شغال ولله الحمد. نعم. بكثير من الأعمال نسأل الله أن يبارك في جهود. نعم. المحسنين وأن يخلف عليهم بالخير الكثير والوفير. نعم. بإذن الله سيكون لنا حديث آخر عن هذه المشاريع وهذه الأعمال الخيرية في حلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على برنامج وسارعوا على قناة عدن الفضائية. شكرا للشيخ علي ضبياني مدير مؤسسة شوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية وشكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم ولنتذكر دائما أن هناك أوضاع صعبة يعيشها هؤلاء الأيتام فلنكن عونا لهم. إلى اللقاء. لكن صدى يما بصوتي تلاثم أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعمال
معتنى الهم أقوى. يبا يبا يا ليت لك قلبي يفهم، تدري بهذا الحال والحال ما قسى، ما بين حزن في عروقي مع الدم. أبي وأخوي اللي من الناس أقوى، وأبي بعد خالي وأبي لي بعد عم، مالي سواه بالصبر باخذ من زمان.